أنا بصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم لافتتاح معرض البحرين الدولي 17 للكتاب والذي تنظمه هيئة البحرين للثقافة والأثار بمشاركة 380 دار نشر ومؤسسة ثقافية فكرية محلية وعربية وعالمية. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة اهتمام الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بدعم الأنشطة الثقافية والفكرية لما لها من أثر هام في تنوير الرأي العام والتعبير عن المكون الحضاري الثري لمملكة البحرين وما تتميز به من إرث إنساني عريق. ونوه سموه إلى أن معرض البحرين الدولي للكتاب يمثل مناسبة ثقافية كبيرة تتيح لجميع المهتمين الفرصة للاطلاع على أهم ما أنتجته العقول من كتب ورؤى وأفكار، وهو ما من شأنه أن يزيد الوعي ويوجد حالة من التفاعل الإيجابي الذي ينمي الإدراك تجاه مختلف القضايا، مؤكدا سموه أهمية دور الكتاب في نشر الوعي والمعرفة. وقد قام سمو نائب رئيس مجلس الوزراء بجولة في أقسام المعرض ترافقه معالي الشيخ مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار. اطلع سموه خلالها على ما أبرز ما تتضمنه أنشطة الأجنحة دور النشر المشاركة في المعرض من كتب وموسوعات تغطي شتى أنواع المعارف والعلوم. وأبدى سموه إعجابه بما يتميز به المعرض من تنظيم متميز كان له أثر كبير في تحفيز العديد من دور النشر المحلية والإقليمية والدولية على المشاركة فيه، وجسد مدى ما وصلت إليه مملكة البحرين من إمكانيات في مجال صناعة المعارض والمؤتمرات المتخصصة. وأكد سموه أهمية الاستمرار في إقامة الفعاليات الثقافية والإبداعية التي ترتقي بالوجدان وأن تكون الثقافة جسرا لتعزيز التواصل الإنساني بين مختلف الشعوب. من جانبها عبرت معالي الشيخ مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار عن تقديرها وجزيل شكرها لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على رعايته ودعمه المتواصلين لمعرض الكتاب، كما توجهت معالي الشيخ مي بالشكر والامتنان لسمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء على تفضله بافتتاح المعرض، مقدرة لسموه اهتمامه بمثل هذه المحافل الثقافية. وأعربت عن اعتزاز هيئة البحرين للثقافة والآثار بحضور المملكة الأردنية الهاشمية كضيف شرف للمعرض لهذا العام. لا يمكن للجهل أن يسيد أو يميد ما دامت حدود المعرفة تحد بل وتحجم من توسعه الذي يماثل ذرة تراب لا تذكر. أمام جمالية مكنون واحة من الثقافة والفهم تستظل بظل أشجارها عقول تفقه وتعي دور العلم في بناء ذاتها. معرض البحرين الدولي للكتاب في طبعته 17
يأتي كصالون أدبي فيه من الكتب القيمة ما يكفي لأن تخاطب بمضامينها الدينية والعلمية والسياسية والثقافية والاجتماعية وحتى الفلسفية منها، رغبة كل قارئ تجوب عيناه محيط عناوينها ليثيره الفضول صوب التوغل بفحواها الثمين. الحقيقة احنا دائما نقول ان الكتاب انتهى عصره، لكن اللي نلاحظه الآن في المعارض اللي تقام في بلداننا العربية وخاصة الخليجية إن في إقبال شديد. ينتظرون هذا اليوم، يعني يدورون على بعض دور النشر، يعني محتاجينها ويبحثون عنها وقاعد يحصلون الكتب اللي يبونها. بطبيعة الحال كون الكتاب الورقي هو كتاب أساس ويعتمد من خلال يعني دراسات تعتمد على الكتاب الورقي أكثر من الكتاب الرقمي لأنه التوثيق مهم جدا. كم هائل من الكتب ثقافية اجتماعية، كتب الأطفال، فيعني تعتبر ظاهرة، يعني ظاهرة حضارية، محاولة حق استرجاع أهمية الكتاب. ضيف شرف المعرض المملكة الأردنية الهاشمية التي بانت مشاركتها عبر تخصيص ركن لها يمكنها من عرض التجربة الثقافية الأردنية التي شهدت تطورا ملحوظا طال مجاليها الفني والأدبي. لم يعد أمامنا ملاذا، لم يبقى سوى المعرفة. إحنا المهم نقدم نافذة على الثقافة الأردنية. طبعا لم نعرض كل ما لدينا، ولا أعتقد أن دولة عربية تستطيع أن تعرض كل ما لديها. بوجودنا هنا سنفتح جسور من التعاون المشترك الفعال. بمثل هذه الدمى وغيرها من الوسائل التعليمية يتم ترغيب الأطفال للدخول نحو عالم التفكر بأسلوب ترفيهي سلس سرعان ما يعلق بأذهانهم لتتوسع دائرة إدراكهم حول أهمية القراءة في بناء عقولهم، ما من شأنه ضمان سطوع نجم جيل لا ينفك عن التزود الدائم بالعلم والمعرفة. فالألعاب التعليمية جاءت بصورة أشكال متعددة تجذب الطفل نحو عالم الثقافة بأسرع الطرق. سياسة الترغيب بما يستهويه من ألعاب يساهم في تعلمه بشكل مرن. نحن وقت بنعطيه للطفل أي شيء بالنسبة للصغير، نعطيه أي وسيلة تعليمية نشوف مهارة ذكائه. عندما يكون مستجاب معه بهذا الأمر بتكون إن شاء الله يعني خطوة إيجابية 100%. أكثر من 380 دار نشر ومؤسسة ثقافية فكرية محلية وعربية وعالمية سارعت نحو حجز مقعد لها بين زوايا معرض البحرين الدولي للكتاب، حرصا منها في تقديم الجديد من إصداراتها المتنوعة، حيث ساهم المعرض في تقريب المسافات بين مؤلف الكتاب الورقي وبين الباحثين عن كل ما قد يزيد من حصيلة مخزونهم الفكري. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.